بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الحضور حفظنا الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. في هذه الإحداثة تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة البكار. هذا الشوط مغلق بدون أوامر الحفل الكريم، كما تشاهدون هذه الانطلاقة المميزة مع هذه الأسماء والشعارات. الشوط مليء بالأسماء والشعارات، أتمنى التوفيق للجميع في هذا الشوط أي الحفل الكريم مع هذه الانطلاقة المميزة في أول المراكز. مع هذه الانطلاقة الحفل الكريم أرى في أول المراكز هذه شواهين السيد عبد الله المري مع شواهين في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن أرى الوصول كذلك في هذه اللحظة شواهين السيد عبد الله المري في ثاني مراكزنا. والثالثة المراكز وصلت هذه شواهين السيد زايد بن سعيد بن كروز واصل مع شواهين السلات مباشرة إلى ثاني المراكز. وصلت حفلنا الكريم، وصلت متعبة هادي بن سالم اللفجح مع متعبة واصل حفلنا الكريم في رابع المراكز. وخامس المراكز هذه الشاهينية للسيد علي بن شفيع المري واصل في خامس المراكز، وما خلف الخمسة مراكز واصل أسماء واصل شعارات مرموقة في هذه الانطلاقة المميزة. ولكن نروح مع اللي في أول المراكز كما تشاهدون مع هذه الانطلاقة المميزة الحفل الكريم في أول المراكز هذه شواهين لسيد علي المري مع شاهين مع شواهين في أول المراكز. هذه شواهين في أول مراكزنا للسيد علي المري في أول المراكز، وثاني المراكز قادمة شواهين لسيد زايد بن سعيد بن كروز واصل في ثاني المراكز، وثالثة المراكز الغدون في هذه اللحظات سلت شواهين للسيد عبد الله المري واصل مع شواهين مباشرة إلى ثاني المراكز. أما اللي في رابع مراكزنا متعبة هادي بن سالم اللفجة مع متعبة في ثالث في رابعة المراكز، وخامس المراكز أرغض من شواهين السيد علي بن شفيع واصل مع شواهين في هذه الانطلاقة والسلات مباشرة إلى رابعة المراكز. وخامس مراكزنا واصل في هذه الانطلاقة المميزة، وصلت الحفل الكريم هذه اللي قادمة في هذه الانطلاقة إلى الحفلة الكريمة هذه الغالية للشيخ عبد الله بن فهد الثاني. وصل مع الغالية، الغالية هنا على المركز الأول هنا على الناموس الغالية، ولكن أول المراكز هذه شواهين عبد الله المري مع شواهين في أول المراكز. ما شاء الله تبارك الله انطلاقة مميزة وأداء رائع مع شواهين للسيد عبد الله المري مع شواهين في أول المراكز وثاني المراكز. هذه شواهين كذلك للسيد عبد الله المري في ثاني المراكز، ولكن شواهين الأخرى واصلة كذلك في ثالث المراكز. يدعو المكيتي شواهين للسيد زايد بن سعيد بن كروز واصل في ثالثة المراكز، وصلت الغالية كذلك للشيخ عبد الله بن فهد الثاني واصل مع الغالية الحفل الكريم، ولكن شواهين مع عبد الله المري راح بالمركز الأول، راح بالناموس مع هذه الانطلاقة حفلنا الكريم شوط أول رئيسي وبدون أي أوامر كما تشاهدون مع هذه الانطلاقة. هذه شواهين للسيد عبد الله المري في أول المراكز وثاني المراكز، هذه شواهين أخرى للسيد عبد الله المري في ثاني المراكز ثالث المراكز. الغدر في هذه اللحظات كما تشاهدون الحفل الكريم هذه المسافه بين شواهين عبد الله المري وبقيه المنافسين كما تشاهدون مع كاميرا زميلنا قطبي سالم، ولكن شواهين في اول المراكز عبد الله المري ومع شواهين في اول المراكز وثاني المراكز. هذه شواهين كذلك للسيد عبد الله المري في ثاني المراكز، سيطرتها من تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز على هذا الاداء الرائع مع هذه الشواهين للسيد عبد الله المري في اول المراكز. تهانينا والناموس اداء مميز عبد الله المري، اتمنى لك في التوفيق ولجميع اخوانك المشاركين ان يكون هذا الموسم موسم حافل بالنجاحات والانجازات لهذه الاسماء والشعارات. شواهين في اول المراكز، ادعو لك يا شواهين للسيد عبد الله المري في اول المراكز. تهانينا والناموس على فوز شواهين بالمركز الاول. هذه شواهين في اول المراكز الشوط الاول الرئيسي وبدون اي اوامر شواهين الحفله الكريمه للسيد عبد الله المري، والثاني المراكز هذه شواهين كذلك للسيد عبد الله المري في ثاني المراكز وثالث المراكز. ورا واصل شعار علي المري وصل في هذه اللحظات مع الشاهينيه، وصلت في ثالث المراكز للسيد علي
المريتانيين والناموسيه للجميع. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 42 ثانيه، 7 اجزاء من الثواني تانيين والناموسيه للفائزين.